أنت مطلع مهم على ملف التظاهرات، وقريب جدا من التحقيقات التي تجري اليوم، ولا أريد أن أفصح عن شيء آخر. أريد أن تصدقني القول، وإكراما للدماء البريئة من أهلك وأخوتك وشعبك، ما الذي حدث؟ ما هي المؤامرة؟ كيف حصل الذي ما زلنا لا نرجوه وما زلنا ما كنا نتمناه أن يحصل؟ ماذا تقول التحقيقات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الكريم ولجميع مشاهدي قناتكم العزيزة. في البدء تحية لجميع الأبطال والشجعان الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم المشروعة، والذين احترموا القانون والدستور، والرحمة لجميع شهداء الذين سقطوا من المتظاهرين ومن الأجهزة الأمنية. أود أن أوجز القليل مما حدث في ملف التظاهرات. ملف التظاهرات ضمنه الدستور من خلال المادة 38 على أن تكون تحت سيطرة وإشراف الأجهزة الأمنية، وعلى أن لا يكون تجاوز لخطوط الصد التي تضعها الأجهزة الأمنية من خلال تواجد التظاهرات وتجمع المتظاهرين. حدث هنالك الكثير من الخروقات في هذه التظاهرات من قبل جماعات حاولت أن يكون الدم العراقي مسالا كما سال في هذه التظاهرات. فمن هو المستفيد؟ لو نأتي بإيجاز بسيط، من هو المستفيد من ضرب الجيش العراقي لواء 45 في مدينة الصدر بمعركة بالأسلحة المتوسطة من الساعة 12 ليلا وحتى الساعة 2 صباحا، واستشهاد 6 من عناصر الجيش العراقي البطل؟ من هو المستفيد من حرق السيطرات في منطقة الأمين؟ من هو المستفيد من حرق السيطرات في منطقة الشعلة؟ نعم، نحن مع التظاهرات على أن لا تخرج عن سلميتها، وعلى أن تكون خرقا واضحا في الملف الأمني داخل العراق. هنا يجب أن نقول بأن هنالك بعض المندسين، هنالك الحركة المولوية استغلت هذه التظاهرات. شنو هاي الحركة المولوية؟ حركة هي تتبع لحركة اليماني، ولديها مريدين ولديها تابعين كثيرين، زجت بمريديها وزجت بتابعيها في هذه التظاهرات، وهم من قاموا بهذه الخروقات. راح أجيك بالكلام. هم من قاموا بهذه الخروقات. هنالك بعض من عناصر الجيش وعناصر الأجهزة الأمنية قد طعنوا بالسكاكين، لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يخرج أحد المتظاهرين وهو حامل سكين. فأما أن تكون اللغة للسكين، وأما أن تكون اللغة للسلمية والمطالبة بحقوقه بشكل سلمي. هنالك جماعة الصرخي قاموا ببعض الخروقات أيضا، هنالك بدعم من السفارة البريطانية والسفارة السعودية حصرا في العراق. هنالك ملفات كثيرة فتحت في ملف التظاهرات أثبتت وبشكل واضح وملموس وجود مندسين في هذه التظاهرات، ولكن نحن مع المتظاهرين الشباب الذين اليماني الحركة المولوية بعد شعتكم وبعض الذين وجهوا بالجيوش الإلكترونية كأمثال غيث التميمي وستيفن نبيل أعتقد، وحتى أنور الحمداني هنالك. طيب، هاتوا برهانكم أن كنتم صادقين. نعم، وأنا هسه أنا جاي أناقشك بالمنطق أستاذ. من هو المستفيد من قتل الجند العراقي؟ طيب أنا طالع مظاهرات، هسه خلنا نحشي بالجلفي بعد، أنا طالع مظاهرات أطالب حقوقي، والله أنا وياك. أنا إداء عد اعتراضات كثيرة على إداء الحكومة العراقية، أوكي أطلع أطالب بشكل سلمي وحضاري حتى لا أضيع حقي. زين، من هو المستفيد من طعن الجندي؟ من هو المستفيد من حرق السيطرات؟ من هو المستفيد؟ أنا راح أناقشك بإدعاءاتك. نعم، هسه راح آخذ اثنين. أنت لما تقول غيث التميمي وتقول أنور الحمداني، نعم، يعني هو أنور الحمداني وغيث التميمي جابوا شكاكين ناس قاعدة برا تحمل خطاب. نعم، قد تتفق معه أو لا تتفق معه. أنور الحمدان ذا عبير رقم واحد معود.